الضروري بلا عليه ما يمكنش. القصه ديالي هي انا ما كنت سامحيت الفكره ديال الزواج نهائيا من دماغي، ما باش نتزوج لحقاش انا عندي كابي وعندي حاله خاصه. الى السيده هذه كتخدم عند بنت خالتي هنا في مكناس، وبنت خالتي ديك الوقت فاش كانت غادي تتزوج تضطر هي باش غتمشي بحالها، اما غادي تتزوج اما تمشي ترجع للعروبيه. المهم تلاقات مع الوالده قالت لها انا بغيت نتزوج ولدك، قالت لها القصه ديالي، قالت لها ولدي ما خدامش وشنو حالته كيفاش دايره كيفاش دايره، قالت انا قابل على كل شيء. المهم درنا تزوجنا ومشيت عندنا لدارهم، درنا العشب القصيري. انا فاش جينا عندنا للدار هنايا جات في واحد الحاله ان عندي بحق الشر، عندي بحق الشر يعني ماشي بنت، ودخلت عليها وحاولت نسترها، ربي شهد انا ما غاديش نكذب عليها وحاولت نسترها. المهم قالت نسترها ماشي مشكله. المهم عشنا ديك الوقيته زوينه، ديك الايامات الاولى قبل ما عام تقريبا عشناها مزيان، ولدات الولده الاولى صافي حياتنا ولات تتغير، مابقاش الحياه ديالنا كيما كانت. المهم حياتي ولات خايبه بزاف، حياه زوجيه خاسره بزاف كاع. المهم ولدات صغيره حتى جا واحد النهار وقالت لي غادي نمشيو لطنجة عند خوتي، نمشيو لضياف عند خوتي، مشينا عند خوتها. فاش مشينا عند خوتها بقيت نشوف شي حوايج انا مابقاش يعجبوني. المرأة ولات دير الحاجات اللي بغات، تخرج تدخل فوق ما بغات، انا ما تنقدرش نهضر. لقيت باش هضرت قلت لها شي حوايج ما تيعجبونيش، قالت لي يا جوج حوايج غادي نقول لك، اما غادي تجلس وساكت اما تمشي ترجع لداركم. رجعت لدارنا قلت ربما تراجع وتشوف زعما الاخطاء ورجعوا كما كنا. تفاجئ بها واحد النهار دايره لي طلاق الشقاق ودارت لي النفقه ديال 28. انا ديك الوقت انا مريض، كما تشوفوا انا رجلي مريضه وما قادرش نخدم. المهم جيت هنا بقيت جالس. المهم فجاه تمشى دارت عليا خرجوا لي 28 ديال النفقه، مو عليا 28 ديال النفقه. انا ما خدامش ملي غادي نجي ما تندخل حتى شي درهم، درهم ما عنديش شهري ما تندخلهاش. بنتي الصغيره عاطيه لخوها ما عايشاش معاها، وبنتي الكبيره هربت لها وجات لعندي لحقاش كانت معنفاها بزاف بزاف وهربت لها وجات لعندي.